النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. محمود طاهر، الأهلي قادر على تخطي التركي. السفير نبيل الحبشي، الأهلي واجهة مشرفة لمصر. والأهلي يختتم تدريباته الليلة في رادس. بكم مجددا وإلى التفاصيل. أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ثقته على قدرة الفريق في تجاوز عقبة الترجي غدا السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا والعودة من تونس ببطاقة التأهل للمربع الذهبي. وأضاف أنه حرص على رئاسة بعثة الفريق في تونس نظرا لأهمية المباراة غدا السبت وضرورة تواجده بجوار الفريق في مثل هذه الظروف. وأكد أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة والتي يدافعون فيها عن تاريخ الأهلي ويثبتون لأنفسهم قبل أي إنسان آخر أنهم على قدر المسؤولية وعلى تحقيق طموحات الجماهير والتي حرصت على مؤازرتهم في النيران الأخير قبل السفر إلى تونس. أشاد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي باللفتة الطيبة من جماهير النادي وحرصها على الوقوف بجوار الفريق وتوافدهم بصورة حضارية لحضور الميران الأخير في استاد التتش. وأكد أن جماهير الأهلي ستظل دائما وأبدا هي سند والدعم الأول للفريق، مشيدا بالسلوك الحضاري لجماهير الأهلي والذي كان محل تقدير من الجميع. وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه كعادته دائما جمهور واع ويدرك مسؤولياته. وشدد رئيس النادي الأهلي أنه ومجلس الإدارة بالكامل لا يدخر جهدا من أجل عودة الجماهير للمدرجات في المرحلة القادمة. السفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس على حضور ميران الفريق أمس الذي أقيم على ملعب الجامعة وأثنى على سلوكيات بعثة الأهلي وعلى نظامها مؤكدا أن الأهلي دائما وأبدا واجهة مشرفة وسفير فوق العادة للكرة والرياضة المصرية بشكل عام. وأضاف أنه يأمل في أن تخرج مباراة السبت بين الترجي والأهلي بصورة حضارية تعبر عن مستوى الفريقين وسمعتهم الكبيرة في القارة الأفريقية. وقال إن الأهلي صاحب تاريخ كبير محليا وأفريقيا وقادر بعزيمة لاعبيه على حسم الأمور لصالحه بإذن الله. وأشار إلى أن طاقم السفارة المصرية في تونس لم يدخر جهدا من أجل تذليل أي عقبات تواجه الأهلي.
سيعقد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي مؤتمرا صحفيا بعد قليل للحديث عن مباراة الترجي. ويقوم البدري خلال المؤتمر بالحديث عن الأمور الخاصة بمباراة الترجي التونسي والتي تقام غدا السبت على ملعب رادس ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانه الأخير في تونس في الساعة 7 مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس استعدادا لمواجهة الترجي. وكان الفريق قد تدرب أمس الخميس على ملعب الجامعة بعد وصوله إلى تونس ظهر الخميس. يذكر أن الأهلي يلتقي مع ترجي التونسي غدا السبت في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. يخضع سعد سمير مدافع الأهلي لاختبار طبي قبل بداية ميران اليوم الجمعة بعد شكوى من إجهاد في العضلة الضامة تسبب في عدم مشاركته بميران الفريق الأول في تونس مساء أمس الخميس. وأوضح الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي أن سمير اشتكى من آلام في العضلة الضامة خلال الميران الأخير للفريق بالقاهرة، حيث أجرى اللاعب أشعة على العضلة التي أثبتت معاناته من إجهاد في الضامة. أكد سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي أن مسؤولي نادي الترجي التونسي خصصوا مدرجا كاملا بملعب رادس يتسع لنحو 3000 متفرج لجماهير النادي الأهلي والتي ستحضر المباراة والتي تجمع الفريقين غدا السبت ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وأضاف عدلي أن الترجي قرر دخول جماهير النادي الأهلي إلى المباراة بجواز السفر إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل والذي اتفق عليه الناديان قبل مواجهتهما بملعب برج العرب. وأوضح أن مسؤولي الفريق التونسي خصصوا الباب رقم 34 بملعب رادس لجماهير الأهلي لتدخل إلى المدرجات من خلاله. وأشار سمير عدلي إلى أنه من المتوقع حضور من 400 إلى 600 مشجع أهلاوي للمباراة. طلب النادي الأهلي خلال الاجتماع الفني قبل لقاء الترجي توفير تأمين كامل لجماهير الفريق والتي ستحضر المباراة على ملعب رادس. وأكد ممثل الأمن التونسي أن هناك خطة تأمينية كاملة لجماهير الأهلي داخل وخارج الملعب، بالإضافة لتوفير سيارة إسعاف تحسب لأي حدث طارئ. وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي عقد بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، وسعيد أحمد إداري الفريق، ومن جانب نادي الترجي رياض بن نور مسؤول الكرة بالفريق التونسي، بالإضافة إلى حكام ومراقبي المباراة ومسؤول من الأمن التونسي. We'll be right back.
عقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري محاضرة فنية بالفيديو للاعبين شاهد خلالها الفريق لقطات من مباريات فريق الترجي استعدادا لمباراة الفريقين بإياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وحدد البدري نقاط القوة والضعف في المنافس وكيفية استغلالها في المباراة مع شرح بعض الجوانب التكتيكية وتحركات اللاعبين. وأوضح البدري للاعبين أن الترجي يضم بين صفوفه لاعبين على مستوى عالي ويتميزون بالسرعة والتحركات الجيدة خاصة في الكرات الثابتة والتي نجح الفريق في استغلالها في مباراة الذهاب وسجل منها هدفين. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن مباراة الغد مع الترجي في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا تعد مباراة في غاية القوة والأهمية لأنها المباراة الفاصلة والتي يتحدد على نتيجتها استكمال مشوار أحد الفريقين في دوري الأبطال. وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سبق وواجه مثل هذه الظروف كثيرا وتغلب عليها وإن لاعبيه لديهم من الخبرات ما يكفي للتعامل مع ظروف المباراة وقادرون على العودة ببطاقة التأهل للمربع الذهبي. وأوضح عبد الحفيظ أنه يأمل في أن تخرج المباراة بصورة تليق بالفريقين وبمستوى تحكيمي عادل يعطي كل ذي حق حقه. حرصت بعثة الأهلي المتواجدة حاليا في تونس على شراء كميات كبيرة من المياه المعدنية لسد احتياجات الفريق وبدء اللاعبين بالسوائل اللازمة وفقا لتعليمات الدكتور هاني وهبة استشاري التغذية المصاحب للفريق. وشدد وهبة على جميع اللاعبين بشرب كميات كبيرة من المياه لتعويض ما يفقده الجسم أثناء التدريبات وللاحتفاظ بكميات مناسبة من السوائل قبل مباراة الغد أمام الترجي لتعويض المجهود البدني ومد العضلات بما تحتاجه من سوائل. وأدت بعثة الفريق صلاة الجمعة في فندق الإقامة بعدما خصصت إدارة الفندق بالتنسيق مع الكابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية صالة مناسبة لاستقبال البعثة وأداء الصلاة خاصة أن أقرب جامع يبعد عن مكان الإقامة أكثر من 20 دقيقة. وألقى الدكتور خالد محمود طبيب الفريق خطبة الجمعة. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سيرتدي القميص والشورت الأزرق في مباراة الترجي التونسي وفقا للاتفاق والذي تم بين الأهلي ومسؤوليه الفريق التونسي. وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي ظهر اليوم الجمعة قبل لقاء الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. أكد أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي أن مباراة الترجي في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا تعد صعبة للغاية لعدة أسباب أهمها الدوافع القوية للفريقين على ضوء نتيجة مباراة الذهاب ورغبة الفريقين في بلوغ المربع الذهبي واستكمال المشوار وصولا للكأس الغالية. وأضاف الشيخ أن الترجي فريق قوي ويلعب وسط جماهيره لكن في نفس الوقت لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات ما يكفي للتعامل مع مثل هذه الأجواء.
قليلة تفصل الأهلي عن مباراته المرتقبة ضد ترجي التونسي في 8 مساء غد السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. ويحشد الأهلي أسلحته لعبور عقبة الترجي بعد التعادل في لقاء الذهاب بهدفين لكل فريق في الإسكندرية، وهو ما سنتابعه من خلال التقرير التالي. بطموحات كبيرة ورغبة قوية في مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الأفريقي التاسع، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة مضيفه الترجي التونسي في 8 مساء غد السبت على ملعب رادس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري الأبطال الأفريقي. وحرص المهندس محمود طاهر على رئاسة بعثة الفريق خلال رحلة تونس لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام البدري وتحفيزهم بقوة على تخطي عقبة الترجي والوصول إلى الدور قبل النهائي. وتنوي إدارة الأهلي صرف مكافآت استثنائية للفريق بخلاف ما تنص عليه اللائحة المالية في حالة التأهل مساء السبت. وكالعادة كانت جماهير الأهلي على عهدها مع الفريق في الشدائد والمواقف الصعبة بعد أن حرصت على مساندة ودعم اللاعبين والجهاز الفني بقوة من داخل ملعب التتش بشكل حضاري والتزام تام، مؤكدة ثقتها الكبيرة في الفريق وقدرته على الفوز في رادس وقطع شوطا كبيرا نحو انتزاع اللقب الأفريقي التاسع. وهتفت الجماهير الحمراء لنجوم الفريق والمدير الفني حسام البدري، ونال الحارس الدولي شريف إكرامي الدعم الأكبر من جماهير فريقه التي طالبته بنسيان ما حدث في لقاء الذهاب بملعب برج العرب بعد أن واجه سوء توفيق غريب في التصدي لهدف الترجي الثاني. وعلى الفور رد إكرامي على مساندة الجمهور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب لهم: شكرا جمهور الأهلي العظيم. الجهاز الفني أيضا أكد ثقته في نجوم الفريق وخبراتهم الكبيرة في التعامل مع مثل هذه المواجهات المصيرية والحاسمة، لكنه في ذات الوقت طلب منهم ضرورة تدارك بعض الأخطاء التي ظهرت بشدة في مباراة الذهاب، وحذرهم من الاعتراض على قرارات الحكم وأيضا عدم الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر من جانب جماهير الترجي. ننتقل إلى أخبار الترجي التونسي، حيث توقع فوزي البنزرتي مدرب الترجي التونسي صعوبة لقاء الأهلي في ملعب رادس غدا السبت. وقال البنزرتي في تصريحات صحفية: المواجهة لن تكون سهلة، ومن المهم ألا نترك الفرصة للأهلي لتطوير لاعبه أثناء المباراة. وأشار إلى أن الحضور الكثيف للجمهور سيكون عامل مهم في حسم المباراة، حيث يتوقع دخول أكثر من 40,000 متفرج لملعب رادس. وما زال الأهلي أكبر من هذه العقبات. بالعودة للأخبار من جديد، حرص معز بن الشريفية حارس فريق الترجي التونسي على طمأنة الجماهير التونسية حول مشاركته في المباراة أمام الأهلي غدا ضمن منافسات مباراة العودة من دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. ونشر الحارس الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام ليبشر الجماهير بجاهزيته لخوض المباراة غدا. اهتم
قامت الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة بمباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النهدي الأهلي والترجي التونسي والمقررة السبت في الاستاد الأولمبي برادس. وتباينت أقوالها ما بين تحذير من نتيجة لقاء الذهاب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وتوصيفها بأنها فخ، وتوقعات بأن الترجي سيعتمد على الكرات الثابتة وبعض الجمل التكتيكية لهز شباك الأهلي. وقالت صحيفة الشروق التونسية أن الأفضلية النسبية في مباراة الغد ستكون للترجي بعد عودته بنتيجة إيجابية من الإسكندرية وتسجيله لهدفين في مرمى المارد الأحمر. نقلت صحيفة الصريح عن المدير الفني للترجي فوزي البنزرتي قوله حول مواجهة الأهلي في الكرة: ليس لديه ما يخفيه ولن ينتهج أسلوب إخفاء الاختبارات وعدم الكشف عنها، ولن يعتمد طريقة حرب الأعصاب، بل سيكون واقعيا ويجهز فريقه لمباراة العودة على أحسن وجه، وأنه واثق من لاعبي الترجي. وأشارت الصحيفة إلى أن تشكيل فريق الترجي سيشهد عودة المدافع الأساسي علي لمشاني، والذي تعافى من إصابته والتي لحقت به قبل مباراة الذهاب في الإسكندرية، ليحل محل الشاب منتصر الطالبي والذي لم يكن موفقا في مباراة الذهاب. وتوقعت ألا يلعب المدير الفني للترجي بوسط ميدان دفاعي مكون من 4 لاعبين كما لعب في المباراة الأولى، بل سيلعب ب3 لاعبين أحدهم بكل تأكيد هو فوسيني كوليبالي. صحيفة الصباح التونسية فقد ركزت على الجوانب المتعلقة بالتشكيل المتوقع والجوانب الفنية والتي سيعتمد عليها المدير الفني للترجي فوزي البنزرتي، وذكرت أن تشكيل الفريق سيختلف عنه في مباراة الإسكندرية، حيث سيكون هناك توازن دفاعي هجومي مع تأمين منطقة الدفاع لعدم الوقوع في أخطاء يستفيد منها الفريق المصري، والذي سيلعب لآخر دقيقة على أمل قلب الأوضاع لصالحه. واهتمت الصباح بتصريحات لاعبي الأهلي علي معلول وشريف إكرامي، وتأكيد الأول أن حظوظ الفريقين متساوية، وتصريح الثاني بأن لاعبي الأهلي سيقاتلون أمام الترجي حتى النهاية. أنا الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. إلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث حدد مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أديمو الاثنين المقبل موعد لإجراء قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 39 والمزمع إقامتها خلال الفترة من 21 وحتى 30 أكتوبر المقبل في مدينة الحمامات التونسية.
وضمت قائمة الأندية المشاركة بالبطولة كل من الأهلي والزمالك من مصر، الترجي والحمامات من تونس، الأهلي والاتحاد من ليبيا، فاينز وصعب من الكاميرون، وكايمن الكونغولي، والجيش الرواندي، وريد ستار الإيفواري، وهيرتج الكونغولي، وفانكس الجابوني، ووداد سمارة المغربي. وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية بعد فوزه على نظيره الترجي التونسي في البطولة التي أقيمت بالعاصمة البركانية وجدو. فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الغابة 86-53 في المباراة الودية والتي أقيمت بينهما في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد والمنتظر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل. وشارك في المباراة ثلاث لاعبات صاعدات من فريق تحت 18 سنة، وهن حبيبة حاتم، سلمى الشاذلي، وريم أشرف. وأظهرت اللاعبات خلال اللقاء مستوى مميز. وغاب عن اللقاء دينا عمرو وسارة المغربي وجنى مصطفى للإصابة وهالة مصطفى نظرا لسفر اللاعبة. وأكد إيهاب الألفي المدير الفني للفريق أن اللاعبات الصاعدات من فريق تحت 18 سنة قدمنا مستوى رائع، وأنه رغم تصعيدهن للتدريب مع الفريق الأول منذ شهر إلا أنهن ظهرن بمستوى ملفت للنظر في مباراة الغاب. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من بوابة الأهرام، الأهلي يطمئن على سعد سمير والبدري يختبره طبيا. من الجمهورية الأهلي يجهز مفاجآت بالجملة للترجي. ومن المساء البدري للاعبي الأهلي في رادس تذكروا مشهد الجماهير في استاد التتش. ومن الوفد الأهلي يستعين بكميات كبيرة من المياه في تونس. من المصري اليوم البدري يستقر على خطة الأهلي للفوز بموقعة رادس. ومن الوطن سبورت أحمد الشيخ جاهزوا للمشاركة أمام الترجي والخبرات ترجح كفتنا في موقعة رادس. من البوابة نيوز الأهلي نتمنى تحكيما عادلا أمام الترجي. ومن فيديو الأهلي يضع خطة اقتحام الترجي التونسي اليوم. من يلا كورة محمود طاهر، الحكم ظلمنا أمام الترجي والجيل الحالي مؤهلنا لاستعادة الأمجاد. وفي الجول الأهلي بالأزرق ضد الترجي. من الأهلي دوت كوم البدري يعقد مؤتمرا صحفي مساء الجمعة. ومن يور سبورت عربية الأهلي يرسم سيناريو العبور في تونس.
في ختام النشرة أكيد كل التوفيق للفريق الأول في مواجهة الترجي غدا، وأكيد أتمنى لهم العودة ببطاقة التأهل المربع الذهبي. بهذا نكون وصلنا لختام نشرة السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.